بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود لقصتنا، قصة مكان، والليلة مكاننا في الخرطوم بحري، مكان يمكن ما أسسه سوداني، أسسه خواجة، ألا وهو حي كوبر. حي كوبر تحد من الجهة الجنوبية النيل الأزرق، ومن الجهة الشمالية حي العزبة، ومن الجهة الشرقية كافوري، ومن الغرب تحد مركز محلية بحري. يقال أنه اتبنى سجن بناه خواجة اسمه كوبر، وكوبر ده في زمن الاستعمار من ضمن الناس اللي جو حكموا السودان، هذا الكوبر. كوبر ده قام بنا السجن ده في منطقة كانت خلا بالنسبة لبحري، مباني كانت بعيدة جدا منا، وكوبر ده كان مهتم جدا بالسجن ده. اتأسس السجن ده في عهد كيتشنر، لكنه افتتح في عهد الحاكم العام وينجد باشا سنة 1903، بني على قرار سجن بيرمنغهام في بريطانيا في مساحة تقدر ب 5000 متر مربع طوالي شمال النيل الأزرق. فبقى سجن كوبر سجن كوبر سجن كوبر، حتى بعد ذاك لما قامت المباني من حول السجن قامت بهذا الاسم حي كوبر. وفي العهد الوطني شهد هذا السجن إعدامات كثيرة جدا. من الناس اللي أعدموا في سجن كوبر الضباط اللي عارضوا انقلاب عبود، ناس علي حامد ورفاقه، وديل أعدموا في كوبر في عهد عبود. وبرضو من الناس اللي أعدموا فيه كذلك عبد الخالق محجوب، وده أعدم في عهد نميري، وأعدم فيه أيضا الشيخ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في آخر أيام حكم نميري. وسجن كوبر ده بالمناسبة شهد اعتقال معظم السياسيين، يعني أسهري سجن فيه، الصادق المهدي سجن فيه، الترابي سجن فيه، عمر البشير هسي سجن فيه، ومن يعني المفارقات أنه هسي عمر البشير ساكن كوبر ومسجون في كوبر. والسجن ده أساسا هو لما أنشئ عشان يسجنوا فيه الناس اللي كانوا بعارضوا حكومة الخديوي في مصر. الخديوي في مصر ما برضو عنده معارضين، فالناس اللي بعارضوا الخديوي في مصر بينفوهم للسودان وبيسجنوهم في سجن كوبر. يعني سجن كوبر ده أساسا بني لاستقبال المساجين المنفيين من معارضي الخديوي في مصر. في العام 2010 حصلت حكاية غريبة. في مجموعة تحرشت بمبعوث أمريكي
اسمه جرانفيل في شارع عبد الله الطيب، وقاموا قتلوه. السلطات الأمنية قبضت على هؤلاء الناس ودخلوهم سجن كوبر سنة 2010، ورغم أنه السجن ده يعني محصن تحصين تمام، ويعني صعب جدا جدا أنه الزول يهرب منه. النملة دي تمرق بها الله ويامين. الناس ديل هربوا من هذا السجن، ودي كانت عملية يعني غريبة جدا جدا سجلت في تاريخ هذا السجن. برضو يعني كوبر دي بقت فيها معالم غير السجن، فيها معالم أخرى، فيها مثلا مصحة كوبر. مصحة دي مصحة كبيرة جدا جدا، والمصحة دي سميت باسم الدكتور عبد العال الإدريسي، لأنه راجل كان طبيب طب نفسي وكان له باع طويل في الطب النفسي، وتقديرا لهذه الجهود سميت بمصحة الدكتور عبد العال الإدريسي. برضو فيها من المشاهير، وأذكر من أشهر هؤلاء المشاهير لاعب كرة القدم الشهير الملك فيصل العجم. فكوبر برضو من الأحياء المؤثرة جدا، من أحياء العاصمة المثلثة ومن أحياء مدينة بحري. ومن أهم معالم الحي سينما كوبر وإستاد كوبر. إستاد كوبر ده يا إخواننا معلم جديد لن، وهسع بقى يعني المنقذ للدور الممتاز، يعني تقام فيه وهسع مباريات الدور الممتاز إستاد كوبر، وده يتبع لنادي كوبر العظيم اللي يعد واحد من أندية الدوري الممتاز. برضو من معالم بارزة في حي كوبر المنطقة الصناعية بحري. المنطقة الصناعية بحري تعد من أحياء مدينة كوبر. هذا عن مدينة كوبر أو حي كوبر، وإن شاء الله نلتقي مع حي آخر من أحياء العاصمة، ودمتم في رعاية الله.